أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنظن لأنه النتيجة ديال اليوم كنظن لأن ما كناش كنستحقوها. صحيح لعبنا مع فريق اللي منظم، فريق اللي عنده ترسانة بشرية اللي كبيرة بزاف. بالنسبة لنا حنا دخلنا عازم على أننا باش نحقق 3 نقاط. سيطرنا برايسك واحد 20-25 مينوت ملي تسجلنا الهدف، شوية دخلنا في الوجوه يونيتي، عطينا الثقة للفريق الخصم اللي خدا الثقة وبادر في الشوط الأول، كان ممكن أنه يسجل علينا. الشوط الثاني عطينا بعض تعليمات اللاعبين باش نبدلوا الوجوه ديالنا شوية، لأنه ما يمكنش نبقاو لاعبين بهذوك الوجوه عاقيم. تنظر لأنه في مجمل القول كنظن لأنه مقابلة اللي مشات لنا دود جوج ديال النقاط اللي كنا كنستحقوها. صحيح لأن فريق الخصم خصوصا في الشوط الثاني ولو أنه طرد ليه لاعب ما قدرناش نسجلوا عليه، لأنه ضيعنا بزاف ديال الفرص في الشوط الثاني. عدم كاين ما كانتش ثقة باش نسجلوا، خصوصا مشينا فاس فاس بليزيور فوا. تنظن اللاعبين داروا اللي عليهم مجهود كبير، سي فري دخلنا في واحد اللوجو اللي ماشي ديالنا، اللوجو اللي امرت اللاعبين انهم يحيدوا، لانه استنجو ما يمكنش يعطينا نتيجه. وفعلا تعاقبنا في الاخر ضربه خطا. رغم ذلك اللاعبين كنشكرهم على المجهود اللي قاموا به، مجهود اللي مضاعف، مجهود اللي يشكرون عليه. كاين بعض الاشياء اللي خصنا نشتغلوا عليها من القدام ان شاء الله كومسا باش ما نوقعوش في هاد لوجو ستيغيل اللي كلفنا شي كثير.